شبكة الدفاع الوهرانية. ينتظر الوقت اللازم المناسب. وفاق سطيف يظهر لي انتهى الأمر. يدخل كل من جنينة وأيضا من حمو بالإضافة لبلومي وخالدي الحارس اللي دخل في الشوط الأول في مكان ما طويلة نحو دغموم. مطراني ينتظر يحاول مراوغة ما يمرش. مطراني منذ سنة 2000 في العشرين دقيقة في العشرين سنة الأخيرة مقابل ستة تنتيت وران تدخل سعدي ومجدد وران على الجهة اليمنى ينطلق بلومي أمام لاعبين. بلومي بالقدم اليسرى يحاول يراوغ ويمر. المحاولة الثانية والتوزيع ولكن وست دقائق كوقت بدل ضايع مرت منها دقيقة في عدد الأهداف مع اتحاد الجزائر ب 16.